بالنسبه للمعهد المغربي للتنميه المحليه اندمج في سميتو في اطار الحركيه والديناميه اللي خلقها مشروع مدن امنه وصديقه للجميع، واللي هي واحد المبادره عالميه اللي مدينه مراكش تختارت من بين المدن اللي يتم سميتو الاشتغال على هذا البرنامج فيها. والمكون اللي تشتغل عليه دابا المعهد المغربي للتنميه المحليه هو كيف نتدخل جميعا من اجل مناهضه العنف ضد النساء والشابات في الاماكن العموميه، بالاضافه كذلك للاشتغال مع النساء نفسهم، النساء ديال بعض الاحياء الشعبيه، والنساء طريقه الاشتغال معهم غتكون بحال واحد الافتحاص تشاركي، بمعنى تيتسمى لوديت بارتيسيباتيف، كيفاش ان النساء انهم يديروا واحد الحملات واحد الخراجات ويحاولوا انهم يسميتوا يحددوا فين كاين، يحاولوا يحددوا فين كاين المشكل، وشنو هما النقط مثلا السوداء اللي تتعرض لها سميتو الشابه او المراه فاش تخرج من البيت، وكيفاش لانه هما ادرى بالحي ديالهم وبالمجال ديالهم، وكيفاش انهم هما يديروا هذا التحليل ديال سميتو ديال المجال، وفي نفس الوقت يعطيو اقتراحات عمليه اللي يمكن لنا اننا سميتو اننا نوجهها للمسؤولين، وخصوصا المسؤولين على التسيير المحلي، باش يمكن لهم يلقاو ليها سميتو باش يمكننا نلقاو لها حلول ويمكننا نقلصوا من هذا المشكل اللي مطروح بواحد الشكل كبير.